Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amr ibn Ma'di Karib min asy-syu'ara' al-muflihin wasy-syaja'an al-maghawir wal-abtal al-basilin wasy'ruhu jazlun qawiyyun rasin. وهذا شعر له في الشجاعة والشهامة والذكاء والعقل والحذر والاحتراس في جانب آخر. يقول: ولقد أجمع رجلي بها حذر الموت وإني لفرور. الضمير يرجع إلى الفرس بها أي بالفرس. أجمع رجلي بالفرس أي أركض الفرس برجلي بجمع الرجل وأضرب برجلي أكبادها لكي تعدو بي عدوا شديدا من الحرب. لماذا أفعل حذر الموت؟ هذا مفعول لأجله، حذرا من الموت وخوفا من الموت. أنا أعدو على فرسي وأضرب أكبادها وأركضها ركضا شديدا وإني لفرور. ومن عادتي في بعض الأحيان الفرار من المعركة، وإني كثير الفر والكر، فقد يحتاج الشجاع البطل في بعض الأحيان إلى الفر لكي يكر مرة أخرى. هذا لا يقال له الجبن، بل إنه لفر وكر. ولقد أعطفها كارهة حين للنفس من الموت هرير. في بعض الأحيان أصرفها إلى المعركة، أعطف فرسي وأوجهها إلى المعركة وهي كارهة، والفرس تكره الخوض في ساحة الوغى، لأنها ترى الصوارم الصقال والرماح والدماء. حين للنفس من الموت هرير، أنا أوجه فرسي نحو المعركة في وقت شديد حين يكون للنفس خوف من الموت. في الحرب حرير خوف. كل ما ذلك مني خلق، وبكل أنا في الروع جدير. كل ما ذلك أي كلا الوصفين من الفر والكر مني خلق، يعني هذا كله خلق وسجية جبلت عليها، وأنا جدير بكل ذلك في الروع أي في الحرب. فأنا جدير بالفر
حين يكون الفر واجبا ولازما وأنا جدير بالكر وبالخوض في الوغى إذا كان ذلك حريا وابن صبح سادرا يوعدني ما له في الناس ما عشت مجير. ابن صبح هذا إشارة إلى رجل سادرا أي متسكعا في النوم غارقا في النوم والغفلة يوعدني هو مستغرق في النوم ويتهددني ويتوعدني باللقاء إنه يتحدى وهو لا يعرف شيئا وهو لا يعرف الحقائق لم يجرب قوتي ما له في الناس ما عشت مجير ما له مجير ولا معين أجار أي حفظه من الخطر لا ينقذه مني أحد ما عشت ما دمت حيا أنا أتهدده بأني أقتله ولا يجيره مني شيء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.